يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي، وضيفتنا العزيزه اللي منورانا ومشرفانا الدكتوره ماجي الحلواني. وقفنا في الكلام قبل ما نطلع هذا الفاصل عند نقطه كده ذكرتها نهاوند، والنقطه دي الحقيقه جديره جدا بالوقوف عندها بل وتاملها. لسه فاكرين؟ لا لا طبعا لا، اصل خلي بال حضرتك من حاجه، اللي خلى الموضوع ملفت للنظر اي زوجه لشخص مجرد انه معروف لا تسلم من مشاعر الغيره، ما بال حضرتك بقى لما تكوني زوجه لمعشوق الجماهير. وحتى الموضوع لم يقتصر عند المعجبين والمعجبات من قبل نادي الزمالك، بنتكلم على مصر والعالم العربي، فدي محتاجه حكمه وثبات انفعالي وثقه بالنفس. هو طبعا بس زي حازم بقى طبعا، ده لسه هنيجي بقى طبعا اكيد يعني الواحد، لكن ساعات الجد بقى بيقول ايه، هو اللي اختارني فبابا تديني ثقه كده. وانت وصلتوا احيانا للحظات جد؟ يعني دايما اقول موقف كان حصل مضحك، يعني كنا داخلين نشتري من احد المحلات، ف البائعه يعني حاولت تستظرف بقى كابتن، فانا اتضايقت بقى فقلت له مش عاجبني حاجه خالص من المحل، ومش شاريين حاجه من المحل، شاريين من المحل هشوف حاجه ثانيه، يعني دي من المواقف اللي الوتيره خفت شويه مع كابتن حازم بحكم ان حضرتك بقى والدته. كان فعلا والله مش بقول اي كلام، في اليوم بيجي له مش اقل من 1000 خطاب وكله بقى عايزين صور، فانا بقى طبعا عشان قلت طبعا نجوميته دي وشعبيته، فعملت له صوره ووقعها هو وبقيت ابعتها بقى للمعجبات. حضرتك اللي بتبعتيها؟ على حسابي بقى في الالاف كده. وعرف هو الموضوع ده؟ طبعا كان مبسوط بقى، لانه بتيجي بقى ردود افعال طبعا مش مصدقين انه اهتم وبعت صوره. يعني كل واحد بالذات البنات بقى كانت تيجي هدايا بقى، ورود وقلوب بقى، وده كل يوم وده بجيب وعصافير والله. ولسه حد دلوقتي ولا خلاص بقى بعد الجواز؟ لا هي مراته كمان عاقله جدا فبتبقى سعيده وهم بيتصوروا، تقول لهم هاتوا صوركم هنا وحاجات كده يعني. أوكي. فمراته عاقله يعني. جميل. طب قولي لي برضه يعني كواليس كانت بتحصل ما بين حضرتك دكتور ماجي ويعني وكابتن الله يرحمه يحيى امام وحماده امام عفوا، وموقف كده مثلا كان مسافر حصل مشكله عرفتي تتصرفي او ما عرفتيش تتصرفي؟ احنا عايزين نروح للحاجات اللي الناس ما تعرفهاش حتى في برامج ثانيه ما قلتيهاش. لا انا قلتها مره يعني، بس هي في السفر بالذات بقى كان حصل موقف شديد الغرابة، انه كنا لسه متجوزين وبعدها حمادة كان طبعا ضابط بالقوات المسلحة فانتدب للتدريس في جامعة في الجزائر اكاديمية شرشال العسكرية، وهو ما قاليش بقى انه ممنوع زيارة السيدات. فانا بعد ما اتجوزنا هو اتجوزنا مثلا قعدنا 10 ايام وسافر، ف برضه وقت عيد حاجه كده مش فاكره بالظبط التاريخ، المهم لقيت فتره فاضيه حوالي اسبوع او 5 ايام، فقلت اعمل له بقى مفاجاه واروح ايه، بعت له تلغراف. ايوه ما ادراك ما التلغراف وقتها يعني، وقلت له انتظر والدي في المطار عشان هيجي يصل فانت يعني استقبله كده. فالمهم وسافرت بقى وراحوا واهلي وصلوني واصحابي، كنت اول مره اسافر بره القاهره يعني، فأفاجئ ان التلغراف ما وصلش ومحدش منتظرني فانا عشان بجيد الفرنسيه راح طبعا اتصرفت، راح طالبه السفاره بقى طبعا في دفتر التليفونات وقتها. التلغراف وصل بعديه مثلا باسبوع حاجه يعني، ربنا يخلي الموبايل دلوقتي يعني بس الواتساب في ساعتها. فالمهم بقى اتصلت بالسفاره فطبعا قالوا لي هنبعت لك عربيه وهم النهارده اجازه فموجودين، فهي شرشال كانها الاسماعيليه كده على بعد، فقال لي هم موجودين في الجزائر العاصمه هياخدك بقى وتلفي الاماكن اللي بيقعدوا فيها. ده بتدوري عليه حضرتك؟ مش عارفه هو فين اصلا بقى، ما فيش تليفونات طبعا ولا موبايل ولا حاجه. فقعدنا فين بقى وصلنا، المهم فضل بقى باصص لي بقى يعني مش مصدق، هو طبعا جواه كارثه لانه ممنوع زياره السيدات طبعا في الجيش، حاجه صعبه جدا. فريق فوزي بقى كان قائد قوي يعني طبعا شخصيه قويه، فهو يعني مش عارف يفرح ولا يزعل ولا ياخد جزا ولا يتصرف ازاي في الموقف ده. فطبعا اضطر، كان معاه في نفس الشقه هما كل اثنين في الشقه، كان وقتها المشير طنطاوي بس طبعا كان مقدم يعني، فساب طبعا الشقه عشاني
وزوجات بقى كل طبعا الضباط قالوا اشمعنى مراد حماده واشمعنى فجم بقى فالفريق لا ما يقدروش يجوا طبعا الفريق فوزي بقى وافق يعني فقلت لهم طب كويس انا فتحت بقى الطريق يلا فيكي حته جراءه برضه دكتور ماجي كانت مفاجاه انا احب كده اعمل مفاجاه